السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كده يا رين لباسة، القطة في عصفورة مجنناها وأنا مش عارف أصور منها، يعني كل شوية أشيلها وأنزلها بتجري تقف هنا تاني، فاستحملوها بقى معلش. إن شاء الله تكونوا بألف خير وتحياتي لكم جميعا. النهاردة معايا فيديوهات غريبة وعجيبة، معايا تصريح في من إعلامي من كوكب لالا ما يعلم به إلا ربنا، تعالوا نشوف التصريح. عربية كبيرة، ماشي عربية هذه؟ ماذا؟ مصر عربية ولكن المغرب لا، ماهيش عربية. كيف ماهيش عربية؟ مش عربية لأنه ما داروا التطبيع تما دوك، أنا ماهيش حاسة أنا ليا دوك رأيي هذا، كاين هادو اللي كانوا حاسبين روحهم جيراننا، أنا نقول لك ماهمش جيراننا، ودوكا روحوا فروها مع اللي كنتوا تبوسوا له يديه والآخر، حنا خطينا هاد الصوالح، حنا الحمد لله مسلمين. يا عمي أوعى بلاش كلام فارغ. أو غلاسة كده، أنا مش شايف إن المغرب عربية، أنا افتكرت الراجل في الأول يعني يقصد مثلا إنه يعني مثلا يقصد إنه المغرب فيه أمازيغ، فهو مش يعني فيه عرب وفيه أمازيغ، لا هو الراجل قال المغرب أصلا مش عربية عشان التطبيع، مصر عربية لكن المغرب مش عربية، عشان ده أنا حر في رأيي بقى، لا ما هو ده مش رأيك حضرتك، يعني ده مش بمزاجك، ده يا فندم تاريخ، ده مش بمزاجك، يعني ده واقع غصب عنك. فهو مش بمزاجك يا فندم انت تقول مين اللي عربيه ومش مين مش عربيه حضرتك. وبعدين انت قلت انه عشان التطبيع، اذا كل الدول العربيه اللي عندها اتفاقيات مع نفس البلد اللي المغرب عامل معاها تطبيع، وانت بتقول ان هو كده مطبع، فاذا هو مش عربي، يبقى اذا كل الدول اللي عندها اتفاقيات مع هذا البلد مش عرب يعني كله. طب مصر عندها اتفاقيه سلام مع هذا البلد وله شروط، فاذا مصر مش عربيه برضه صح؟ يعني انا افتكرته هيقول كده، افتكرته هيقول مثلا انه مصر اصولها فرعونيه فبالتالي هي ليست عربيه 100% كده، يعني افتكرته هيتكلم تاريخيا، لقيته بيقول لا المغرب مش دوله عربيه. ليه يا ابني؟ عشان المغرب مطبع. معلش بقى معلش، احنا بنتكلم ده كده يا ابني نص الدول العربيه مش هتبقى عربيه يا حبيبي، لانه كل دوله عندها اتفاقيه مع نفس هذا البلد بشكل ما. يعني الامارات مش عربيه لانه الامارات مطبع. يعني مش قادر افهم مبدأك يا فندم، والصراحة مبدأك غريب عجيب، لكن هو طلع لنا معلومة جديدة، مصر دولة عربية لكن المغرب ليست دولة عربية، ده الليمبي. وفي الآخر لما اتزنق قال لك ماليش دعوة ده رأيي، أنا حر في رأيي بقى، أنا حر أقول اللي أنا عايزه. فلنا الله والله في كوكب لالا وفي هذا الكائن العجيب الغريب. وبعدين بقى الغريب في الامر كمان ان هو يعني بدأ يوصف المغاربه، وعلى فكره الحكايه دي لاحظتها في كذا فيديو قبل كده وكذا تصريح اعلامي من كوكب لالا قبل كده او من اللي هوك او من الجيران، لاحظت ان هم بيقولوا المغاربه مش مسلمين. ليه يا ابني مش مسلمين؟ اصل هم مطبعين، ما هو المطبعين اذا هم مش مسلمين، المطبعين مش مسلمين. طيب تعالوا نشوف كده مثلا شباب من كوكب لالا قاعدين بيعملوا ايه في رمضان، تعالوا نشوف. ماشي قادر تصوم ما تصوم خويا، انتوما هادرين هادرين وانا فاطر فاطر نورمال عادي شكرا يا خزر نورمال انك تاكل في رمضان النهار الاول تاكل عادي جدا مسافر يمهل ولا يهمل كل يا باشا براحتك، كل يا باشا انت احنا على سفر يابا، كل يا ابني بتاكل في نهار رمضان عادي؟ اه يابا باكل عادي، انا ما يفرقش معايا حاجه، اكل زي ما اكل، انا حر اكل زي ما انا عايز. فدول شباب قاعدين وبثواني، في فرق بين ان ممكن شاب يفطر في بيته، يفطر في الديره، مع ان احنا الحمد لله ما بنعملش كده، لكن شاب فطر في بيته، شاب فطر في الديره كده من غير ما حد يشوفه، شاب فطر في اوضته، انما دول بيفطروا في رمضان وبيصوروا نفسهم وينزلوا الفيديوهات على السوشيال ميديا. دول شباب من كوكب لالا، دول شباب من كوكب لالا بيتصوروا هم بيفطروا وشايفين انه عادي جدا، وبكل بجاحة بيقولوا للناس وبينصحوا الناس افطر في رمضان يا صاحبي يا اخويا، لو انت مش قادر تصوم افطر في رمضان عادي. وطلع واحد برضو من كام يوم عندهم في قناة من كوكب لالا قال انه الصيام في رمضان حاجة اختيارية براحتنا، انا مش عارف ايه ده الصراحة. فمن اين لك هذه الثقة يا استاذي اللي طالع في الاعلام بتقول انه المغاربه لهم عرب ولا مسلمين ولا عشان هم مطبعين؟ طب امال دول ايه يا حبيبي الشباب اللي بيعملوا كده؟ دول ايه؟ ايه رايك في الشباب دول يا حبيبي؟ انا ما شفتش شاب مغربي متصور وهو بياكل وبيفطر في رمضان وبيبقى قوي وفخور قوي ان هو بيفطر في رمضان وعادي الموضوع بالنسبه له جميل ولذيذ ودمه خفيف، مش قادر افهم الحقيقه. فالاولى والاقدر بيك انك توجه الكلام اللي انت بتقوله ده لهؤلاء الشباب، لان دول هم اللي بيعملوا الغلط وبيصوروه للناس
في فيديوهات وبيقولوا لهم قلدونا واعملوا زينا. يعني تخيل ان هو مش بس بيعمل الغلط، لا ده بينصح الناس ان هم يعملوا زيه كمان. فده امر بالنسبه لي غريب عجيب. من الحاجات الغريبه والعجيبه برضو اللي حصلت في مباراه الجزائر والنيجر، لقيت جمهور الجزائري بيصفر ساعه النشيد الوطني للنيجر. طب انت بتصفر على النشيد الوطني المغربي لانك انت عندك مشكله نفسيه، عندك عقده من المغرب، ده واضح جدا. انت كشاب لما تطلع تقول عطول البنان والكلام اللي بتقعد تقوله في المدرجات، ده بيؤكد انك عندك عقده ومشكله تجاه المملكه المغربيه، ما علينا من ده. لكن ايه علاقه النيجر؟ يعني ليه بتصفر على اي حد يلعب عندك وعايز تنظم بطوله وعايز تنظم الكان 25؟ ازاي يا ابني؟ تعالوا نشوف. لا ورياض محرز كمان بيشاور لهم يقول لهم كده لا كده ما ينفعش، وهم برضو مستمرين في اللي بيعملوه. تعالوا نشوف. متعودة دايما طبعا. ده عيب جدا وامر لا يصلح ولا يصح انك انت ضيوف بيلعبوا ماتش او ان انت بتواجه فريق تاني حتى لو مش ضيوف في ارض خارجية واللي بيلعبك تصفر على النشيد الوطني بتاعه. عيب ومش صح ومش احترام للناس اللي بتلعب معاك ومش روح رياضية ولا اي حاجة من ده خالص. طب لما بتعمل كده مع المغاربة احنا عارفين انك انت عندك لما بتتولد وانت صغنون بيعلموك في الحضانة يقولوا لك المغرب، اوعى تقول المغرب، قول الجيران كده، بيعلموك الحاجات دي يا عيني. بتتولد عندك مشكلة مع المغرب، دي قصة احنا عرفناها خلاص. لكن المشكلة انك واضح انك عندك مشكلة مع اي حد، اي حد. الواد عمال اللعيب بتاعهم هو رياض محرز عمال يقول لهم لا وكده ما ينفعش، الولد محترم وطالع منه بيقول لهم عيب تعملوا كده، وهم ما فيش حد هيسمع لحد. حتى بعض الناس طلعوا قالوا ان ده غلط ولا يصح من عندهم. شوف ده هذه تشوه صوره الجزائر، ما تصفرش على النشيد تاع وثاني نشيد وطني. حتى شفنا محرز يدير لهم سكتوا، يدير لهم لا هكذايا بالصور بالفيديو. طبعا عيب وما يصحش وما ينفعش ومش سلوك رياضي ابدا. والحقيقه ان الواحد شبع كلام في المواقف دي، بس هو فالح الشاب بتاع كوكب لالا يدخل يقول لي اتقي الله في رمضان، ما اعرفش انا بعمل ايه حرام، مش قادر افهم الحقيقه، ولكن ما علينا. لكن دول مش حرام، واللي بيفطروا في رمضان ويصوروا نفسهم ويبعتوا للناس يقولوا لهم اعملوا زينا ده عادي. لنا الله والله في كوكب لالا. بشكركم شكرا جزيلا في نهايه الحلقه وتحياتي لكم جميعا، وانا كان بغيكم بزاف، وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد. اكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في حاجه من اللي احنا قلناهم. والقطه عامله، بصوا العصفور عامله لها قلق، مش عم القطه اسمها بسكوته، فالعصفور عامله لها قلق جامد قوي. يعني انا شلتها 4 مرات من هنا هي مصممه تطلع معانا في الفيديو يعني، فسلموا عليها بقى. بشكركم مره اخرى شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، ورمضان كريم، وحفظ الله مصر وحفظ الله المغرب، ولنا الله والله في كوكب لالا. والسلام عليكم.